يقول السائل: هل يجوز إدخال الأطفال إلى المسجد أثناء اعتكاف والديهم رغم النجاسة التي قد تحصل منهم؟ الأطفال الذين بلغوا سن التمييز ويصلون لا بأس بدخولهم، بل يؤمرون بدخول المساجد للصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، يؤمرون بالصلاة ودخول المساجد للصلاة. وأما الذين دون التمييز فلا يدخلون المساجد إلا إذا ضبطوا، لا يدخلون المساجد إلا إذا ضبطوا مع آبائهم ولم يحصل منهم أذى للمسجد. نعم.